الجباية المحلية أو الثروة المهدرة هل يمكن أن تصبح مورداً رئيسياً لتمويل الجماعات المحلية بعيداً عن الميزانيات السنوية التي تمنحها الدولة؟ إن الحكومة ومن خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية تهدف إلى إعطاء حيوية أكبر للإقليم وإلى تعزيز جاذبيته وقدرته التنافسية بما يتماشى مع إعادة سياسات التنمية المحلية. صعوبة الوضعية المالية قد تفتح آفاقاً أمام المجالس المحلية لاستغلال مقدراتها الذاتية لتحصيل أموال إضافية. فكرة تنويع مداخل البلدية هي فكرة في محلها، فكرة جيدة. في هذا الصدد سنقوم إن شاء الله بتفعيل كراء الأسواق الجوارية والأسواق المغطاة، خاصة مع تحسن الحالة الوبائية في البلاد. إضافة إلى ذلك سنعيد إن شاء الله تفعيل المداولات التي تنص على كراء الآليات التابعة للبلدية. التعوير الحكومي على الجباية المحلية قد يجدي نفعاً في خلق نوع من الاستقلالية المالية، لكن ليس في كافة البلديات. الجباية المحلية تختلف من بلدية وولاية إلى بلدية وولاية أخرى، فهناك بلديات وولايات لديهم جباية محلية جيدة، وهناك من لديهم جباية ضعيفة يلجأون إلى الإعانات الحكومية لاستكمال الإنفاق العمومي. يقال أن الحاجة أم الاختراع، وحاجة المجالس المحلية أموال معتبرة لتمويل المشاريع التنموية تجبر على التفكير في استغلال مقدراتها للاستفادة من عوائدها الجبائية.